السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا اولاد؟ رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. في الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم شيء رهيب صراحة، شيء للنوب اللي مثلي. اذا انت نوب وبدأت تخسر واخوياك ياخذوا الشلدات عنك ويلوتون عنك ولا تقدر تسوي شيء، عندي لك الحل. جبت لكم جلتش حبوا قلبكم. طبعا الجلتش هذا مع حق ايش؟ حق شيلد لا نهائي باللعبة، يعني فوز سهل ان شاء الله. فليش نسوي الجلتش هذا؟ انا ما احب الجلتشات، لكن يا اخي قهروني الاجانب فلازم نجلدهم. خلوا بيناتنا بس. اتمنى انكم تنشروا الفيديو بكل مكان. معكم اخوكم باسل من قناه سوكا، ولا بيطول المقطع وخلونا نبدا جيم واوريكم. طيب جماعه الخير، هذا هو الشيلد، نحط استخدام وارمي بنفس الوقت. ما ضبط، نحتاج مره ثانيه نجربه. غير مستخدم. طب هذا هو الشيء يا جماعه، استخدم ورمي. ضبطت. نسوي مره ثانيه، استخدم ورمي. يا سلام، استخدم ورمي. شوف الحين معي شيلد واحد بصير فل الحين، وانا ليفل اربعه. واستخدم ورمي. لا نعيده مره ثانيه، استخدم ورمي. لا نعيده مره ثانيه، استخدم وارمي. ها استخدم وارمي. لا خلاص نستخدم عادي، ما هو مشكلة. استخدم وارمي. هذا انا بسويه ذا، هذا صعب شوي لكن استخدم وارمي. هو اي شيء صغير صعب تسويه، الكبير يسهل مرة ترى. الكبير الشيل ذا الكبير سواء او الجقجق او ما سمي ما تسمي يعني اسهل. هذا ذا واقلع. ايوه شوف الحين فللت، استخدمت شيلد واحد طبعا كأول الخطأ، والباقي اغراضي كاملة. شفت شلون؟ طبعا اخوياي ماتوا كلهم مسحوا، وانا الحين ادور هنا ادور اعلمكم الحركه. فخلونا نجرب مره ثانيه، نجيب قنبله مره ثانيه ونجرب عشان تاكيديه بس زي ما يقولون. احتاج ثانيه، استخدم لا استخدم ارمي. ايوه ضبطت، احتاج يعني تضبط الثانيه واحده وتضبط. استخدم وارمي. شفت شلون؟ يوز اند دروب. يعني هي شوف لو تزود ثانية أو تأخر ثانية ما يزينه. شوف الحين بس عشان الشيلد حقي كامل بشيلد واحد. شفت شلون؟ هذه الطريقة يا جماعة الخير، أتمنى أتمنى أنها فادتكم وإن شاء الله أنكم تجلدون. طبعا وش الفائدة من الحركة ذي؟ يقول عندهم برمي وخرابيط ذي والشيلد بكل مكان. لا يا حبيبي، بآخر الزون أقصد آخر رينج يسمونه هنا، ما في شيلدات ولا في أسلحة ولا في إيمو ولا في شيء. طبعا هذه تنفع مع أي شيء فيه يعني تعبيه، سواء درع سواء علاج سواء الجقجق اللي يعبي لك الدرع والهيلث نفسه. شيء ممتاز صراحه. واذا انت عجبك الفيديو جوعة الخير، لا تنسى انك تنشر الفيديو لاخوياك واللي حولك وعشان الكل يستفيد، وتنشر قناتنا. يعطيكم الف عافيه، وصلنا 3400 مشترك، هذا بتعب منكم يعني بعد فضل من الله. يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير، ولا بيطول الفيديو، هو قصير اصلا، مجهود مجهود ما بقالنا الحالي. فخليني اسولف عليكم شوي قبل ما انجلد. طبعا الوضع هجنبي مره، استخدمت الالتمت حقتي ليش ما ادري، لكن وسط الزون الحين وباقي. يا ساتر باقي 9 سكواد وانا لحالي. طبعا سحبت اخوي عشان اوريكم الحركه. اتوقع بالبيت خلاص صح؟ 90% 99% منهم بالبيت اصلا. انت شفت يطلق هنا. لا نوك يا حبيبي، ابلع نوك. وين اخوياك؟ درع ذا، سبحان الله بث الرشاش هذا ينكبن، سبحان الله بث الرشاش ده ينكبن. ما عليه، طير اثنين يعني حاولنا. فبس يا جماعه الخير، هذا الفيديو اللي عندنا اليوم، اتمنى اتمنى انه اعجبكم. ويعطيكم الف عافيه على الدعم يا جماعه الخير، وما تقصرون. ما قتلت ولا واحد، ما فنشت ولا واحد طبعا. ايش رايكم بالبانر الموجود معي ذا؟ فكان معكم بس من قناه هيسوكا. السلام عليكم، قلت 50 مره ادري، لكن السلام عليكم.